بالنسبه للدخان صدروا فيه اش ماني صدروا فيه انت في تونس قد تشري باكو دخان 6000 في اوروبا تبيع 15 دينار اسهم فما اسهم فما مرابيح للدوله لكن الشعب اش بس كيف كيف زاد لها شد الحبس اش كيف زاد شد الحبس تو زاد لها بون نعرفوا الناس كل شنو هي زاد اللي هي نبته خلقها رب شكون يجي فيه معروف معناها فهمني هما يجيبوا الشباب يتكيف شد هز حط في السجون وراء القضبان باش ينقص الشباب خاطر ما عندهمش مش موفرين الشباب او بطال فما عباد تحب تخدم منهم انا رسميني شنو 200000 انا رسميني 200000 نسمع نخدم غدوه مشروعي خمسة حاجة لكن ما لقيتهاش 200000 انا في البدايه نخدم نار ارتاح اصلا فكم تاع الناس بيان سور لا الأسوام المرتفعة يقولوا باكو الدخان مثلا اللي يسوى 5000 يتباع اليوم ب 8 و 9000 وما فماش وما فماش اش باش تكيف ليش باش تكيف ما فماش تكيف انت تكيف وعلاش خممت انا باش نبطلو لكن شوف مش معناها حاجه سهله معناتها وانا بون انا انقطعت عليه معناها 3 سنين بطلت 3 سنين كنت سبورتيف كنت انا عملت تور بريسك شتر الولاية تاع تونس على بسكليت عملت دي سبور دو كومبا رجعت له من الدراجة هذيا بين قوسين لقيت فيه حل ما فيش حل مضرة للجيب ومضرة للصحة ربي يهدينا ربي يتوب علينا ويكذب عليك اللي يقول لك الدخان مش حرام راه يكذب عليك لأنه هو سم قد فتاك عرق بعد عرق هو ربي سبحانه وتعالى صحة بدنا مش نستحفظوا عليه شرا ربي يهديهم الاحتكار وثم ناس مندسة قاعدة فهمتي تبيع في الدخان تحت عسمس شكون؟ معروفين هم باينين يشوفوا فيه نعرفهم كعبة كعبة شكون يقف وراهم؟ ويقفوا وراهم الناس كبار وهم عارفين رواح وذاك السبب أول حاجة أزمة اجتماعية ثم ناس تخدم في معمل تبع الوقيت في تونس اللي هنا ما همش لاقيين معناه كما نقولوا احنا لقيت لي سابوتاج من ناحيه لوزوفري من ناحيه الخدامه وثم ناس قاعده تلعب بهاني تجيب من برا من ليبيا من الجزائر تجيب فيه تهريب اللي هنا لتونس وكاو بالرغم ان انا نتكيف انا نشيش الشيشه وما عنديش حتى قلق اما قبل الشيشه من قبل ما نتكيف نفطر مليح الساعه لازم الاستومان تاعي تكون مريقله معده لا ومن تعرف اللي الشيشه اخطر ومضارها اكثر من الدخان لا والله لا تعمل شيء الشيشة لا مضرة لا قسما بالله العظيم اسمع ما ثمش مضرة قد مضرة بنادم كي يوجعك بكلمة أما الشيشة ما تعمل حتى شيء قليلة زوالية خطيه أبل العكس تهبط الباروماتر نتاع الغش نتاع بنادم وتوسع على باله لا ما نجموش هكا نقولوا للعباد نقولوا لهم راهي حاجة مضرة بالصحة ويلزم نبعدوا عليها بالنسبة لي أنا حسب التفسير نتاعي والله ما ريتها عاملة شيء أما اللي قاهر بشر هي هالايادي كما نقولوا الخفيه اللي قاعده تلعب وقاضي على المجتمع على ناس خدامه تسترزق في المعامل تبغى الوقيت ما عادوش لاقين يجي تو لامبوش عنده فكتيف نمبر ليميتي يجي يقولوا الاخر لا سي راهو ما عادش عندي سلعه ولا تراجعت لي مناش هو هذا ليبيا والجزائر يشدوا الفرونتير من غادي يمنعوا التدخين الدخان ما عادش يدخل لهنا اول حاجه يولي تولي ما عادش عندنا أزمة تاع شوماج اللي هنا في تونس تولي الناس تخدم على رواحها ويولي القطاع يخدم على روحه وترجع العجلة كما كانت أما مش تجيب لي أنت دخان من غادي وما نعرفش عليه شنو البكتيري اللي جايبها الدخان هذاك احنا الشيشة نتكيفوا في الكيف معناها تونسي تونسي ماركة مسجلة ماركة ديبوزي تينيزي ميدن تينيزي مش معناها تجي أنت تجيب لي دخان من الجزائر وتجيبوا لي من ليبيا وما نعرفش عليه كيفاش شنو دخان وشيشة سواء كان تونسي أو أجنبي كله مضر لا لا عندنا شيشة تونسية هنا لا بس نخدموا فيها ومش معنا نشجع نتكلم على التوانسة على شيشة ما عملها حتى يحبوا يحتكروا السوق يحبوا باش يزيدوا في الأسعار وقت باش يحبوا يزيدوا في الأسعار ينقصوا من الإنتاج نتاعها تاخذ الناس ملهوف واحنا التوانسة ديما عطشانين وملهوفين حتى على البطاطا نشدوا الصف على كل حاجة نشدوا الصف باش نجيب لك بين قوسين نرجع بعد نرجع لك للطبخ الحمل علوش وقتها الملك الحسن الثاني قال لهم اقعدوا عام ولا عامين ما تزحوش وصل الكيلو وانا حضرت عليه ب 300 فرنك تاعهم هم
تاعنا احنا محسوب قريب الدينار التوانسي كيلو اللحم، والجزائر عامل خدام يعيط ويجي برك يشري اللحم. يعني تقصد اللهفه على الاستهلاك هي اللي تزيد في المواطن التونسي هو اللي غلى الشيء. والمواطن التونسي هو اللي قاعد يا ولدي راهي البيع مشت، راهي البلاستيك اللي تشوف فيه راهي البلاد مشات، راهي اتقوا الله في بلادكم. كما قال بورقيبه الله يرحمه قال تونس ما يخربوها كان ولادها. فعلا قاعدين نكسروا في بعضنا واحزاب وهذه نحرف يراغب يا ولدي خلوا اللي تعرف عندنا فيه الثقه واللي خاف خلوه يحكم في البلاد وخلي نعيشوا متهنين في بلادنا. عليه عليه يا رسول الله انا عندي 40 سنه اليوم، اليوم ضيعت اوراقي انا كارت سيجور باش نحكي لك بنتي وسامح نرجع لك للدخان. تونس ما خلتنيش نتعدى من المطار من هنا. فرنسا كي ندخل عندي دوسي ميديكال، عندي دواء نتاع الكبده ليباتيت يوفى عليا نموت. مازالوا فيه 7 ايام. مشيت توا قال لي برامج فيزا دو روتور، علاش ما تعدينيش؟ فرنسا تقبلني غادي، عندي كل شيء. علاش ما تبعد فيا؟ مش فاهمك حاجه بنتي. الدخان، الدخان راهو غلا وزيد اكل اكل الدخان اللي يجيبوا فيه من خلسه. انا نحب نسال يا اخي اللي دخل فيه خلسه شكون يدخل فيه؟ يتعدوا بينه وذا. يا بنيتي راهي البلاد مشات، راهو ما ينفقوش رواحنا فهمتي في الحدود في كذا ونامنوا بلادنا، راهي مشات. راهم يدخلونا حتى في السموم لهنا للبلاد واحنا ما نعرف. هو شوف تحملوه الناس الكل كيما اللي احتكروا هذوما في الاسواق، يمشي حتى للواحد نتاع الحوت يشري بالقرو فهمتي، يشري على الدينار فهمتي، يبيع هنا ب 5000 و6000 ريال. هذوما الناس الاحتكار، هذوما الناس. تو انا نقول كي بكري يقولوا ولاد شو اسمه جماعه طرابلس يدخلوا في الدبش ودخلوا في الواحد. منين دخلوا فيها؟ هم دخلوا فيها من الجمارك. ما واحد من القصرين قالوا له حاج يسرح بالغنم هو، فهمتني؟ قالوا له بالله شكون المسؤول في المواضيع هذه كلها قاعد تصير؟ هو في دو حاشيك عصا، عصا يسرح بها، متفهم بها يسرح بها ولا؟ به العصا مش معوجه من الفوق؟ قال له تشوف العصا يا وليدي؟ قال له ايه؟ قال له منين معوجه؟ قال له من الفوق، قال له من الفوق وانت هابط. فهمتيها ولا نزيد نفسرها لك؟ العوج من الفوق وانت هابط. من الفوق انت قد المسؤوليه، فازي العرض هو قدامك. وانت قلت شد المسؤوليه، ما تتعذرش، ما تقولش لا راهو كذا وكذا. مالش علاش تهز في مسؤوليه انت؟ ماش كي انت ماكش قدها ما تهزهاش ولا لا؟ قول لا، قول لا. هي اسعار في الدخان بركه، اللحم، اللحمه، الدجاج اللي ما يتكلش، الغله، الناس جاعت، الناس جاعت. انا بعثت رساله النهارات قلت للرئيس الجديد، قلت له شوف العرض هاو قدامك والعبيد راهي جاعت والجرم كثرت والبركاجات كثرت والهم كثر والكنترجيه كثرت، فهمتني؟ وانت بشد رئيس تقد روحك؟ اهلا وسهلا انت حبيبي، ما تقدش روحك؟ راك تشبع سبان مني ونقدان. الدخان ما فماش ما اضر منه في صحه البدن، هو الواحد هو اللي ساعه يساهم في مرض الكونسير. وثاني حاجه فلوس غاليه ياسر. وثالث حاجه عمال يطور الدخان عمال يفسد. قبل على خاطر في الخمسينات في الاربعينات كي تشم ريحه الدخان تشمها ريحه حتى بارفيمي بنينه وباقي يضر. عمال توا يتاجروا في الدخان هو اللي بريسك الاقتصاد نتاع العالم بريسك هو في الدخان. وفلوس الناس، فلوس الناس اللي قاعده تمشي هدر ركاكة في امراض البدن وامراض الشرايين هو السبب الوحيد اللي قاعد يضر. والناس ما تنجمش بطلوا لانه هي عمليه نفسانيه. انا كنت نتكيف قبل 20 سنه تكيفت. اليوم اللي بطلت بنتي انا مرضت لي بنتي هزيتها للطبيب قال لي راهم الدخان، بالرغم اللي انا نتكيف الكوجينه اللوطه وهي الفوق الدخان طلع لها حتى مرضت. حلفت انا اللي حاول كيفاش نجم نبطل هالدخان هذا. هي عمليه نفسانيه ماهيش عمليتك الجبده وكل. لقيت روحي انا حب لي ساعه باش نبطل الدخان. فما ناس يقول لك اليوم اللي بطل الدخان اليوم اللي يوفى كل شيء، ما هو صحيح. يحب له 5 7 8 سنين باش يصفى الدم نتاعو، يحاول هو يربح الوقت هذاك، يحاول يبطل الدخان ساعه. الدخان هو سبب الكوارث من المال ومن الصحه. من وقت هنا بطلت الدخان عندي توا 20 سنه من بطلت الدخان، تعلمت صغير. ومن اسقط الحاجات، حاش اختي الكلمه كان منى، من اسقط الحاجات في حياه البشر بدنيا صحيا وماليا واقتصاديا. الحماسه، النصابه، فهمتني؟ كل يشريوها الكل ويقعد يبيع فيه اون ديتاي بالسيجار. لا هكا برا امشي شوف توا في كل بلاصه، هاو في المونجيبالي، هاو في باب الجزيرة، الكل يبيعوا في الدخان ومباقاي نفه ودخان ومعسل وهات ماكل.
وين الرقابة؟ الرقابة ما ثماش. الرقابة وين؟ المونوبول وين؟ ما ثم شيء، الناس كل دبر في روسها. يخليهم فيهم يخدموا يدبروا في روسها. الناس كل دبر في روسها وشكون الضحية في الضحية هو المواطن. المواطن. شكون الضحية؟ كان المواطن. والمواطن أنا بكامل احتراماتي للمواطن يستاهل. خاطر يا خو باكو يبيعوا فيه ب 1250 يبيعوا فيه ب 2000 فرنك. ويشري. يقول لك ما عندناش فلوس. باكل معسل كيف كيف، المال بورو فهمتني؟ مال بورو ياخذوا فيه ب 10000 فرنك مارشي نوار. يعني المواطن بطريقة غير مباشرة ساهم في ارتفاع أسعار وساهم في أنه يزيدوا يحتكروا أكثر. يا بنتي يا اسمع باش نكلمك من الآخر. راه المواطن يشري مهما تكون الظروف. يشري. فهمتني؟ مارشي نوار حتى توا ها نمشي أنا وياك توا تمشي للقمرق ما تلقاش دخان. فهمتني؟ برشا كي ما تلقاش عند الجمرك وين تلقى؟ في النصابه، النصابه في النصابه اون ديتاي يبيعوا فيه، ها في شرط يقول لك البرارك. فهمتني؟ كلها هاكا محطوطه مرصطه حالين باكوات يبيعوا فيهم بالسيجار. ما يبيعوش بالباكو. يبيع لك بالباكو، وما يبيعوا غالي. يحسب مثلا السيجار ب 300 قداش فيه؟ 6000 فرنك الباكو. وهو ما يسواش 6000. ناس تكيف، ناس عندها الفلوس.